انا مامي دايما بتقولي ان انا كنت طفله وديعه جدا، وانها كانت بتعرف ان انا جعانه بان انا بقعد اعمل كده، ما كنتش بعيط خالص خالص، وبتقولي ان انا اتولدت كان شعري اسود طويل لغايه اخر رقبتي كده، وسموني حوريه عشان جدتي كان اسمها حوريه. مصيبة 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 عملتها. أنا بتهيألي كان زماني ما مش عايشة لو أنا أنا عملت أصلا ما كنتش مصيبة. بعرفش إن أنا مش كاتبة في الأول يعني. كان وقت زماني المدرسة كنت بتعملي الشقاوة في المدرسة، بقالب في المدرسين، خالص أنا كنت يعني كنت عايزة تخلصي منه فورا. بعد كلمني شكرا. تاني يوم غطيت شعري ولبست كده وقلت اروح اتفرج على الفيلم، ومحدش كان عارف ان انا قاعدة، وللأسف قعدت جنب 6 رجالة، والمشهد بتاع الكمبيوتر جه، بس رحت قايمة وشايلة البتاع وقلت يا أرض انشقي وبلعيني، كل عجري كلهم جارين ورايا من الكلام اللي انا سمعته، ما تخيلتش ان انا هسمع الكلام ده خالص. انا ما بتمرنش، انا ما بتعلم. لا ايام ما كنت لاعبه وكنت بتخشي بطولات، كنت بتتمرني كام ساعه في اليوم؟ 6 7 ساعات في اليوم. ديلي. وفي فيتنس بقى بلس التدريب على الحصان؟ لا هو تقريبا هو طول الوقت مع الحصان، هو طول الوقت مع الحصان، ولما وطبعا الحصان لازم ياخد ريست في يوم، بعد يوم الكومبيتيشنز، الاهتمام بالحصان والعلاقة اللي لازم تبقى بينك وبينه دي مهمة جدا جدا. دلوقتي انا ما يعني ما بمارس الرياضة دي بسبب ظهري، لكن بستمتع لما بروح بشوف المنتخب بيركب وبيتمرن. وآخر بطولة كانت من قريب، عايزة أقولك إن مصر تأهلت لكأس العالم، فدي حاجة حلوة أوي أوي. كان وزير الشباب والرياضة كان موجود، والأستاذ أحمد السقا كان موجود، والأستاذ هشام حطب كان موجود، وكنا فرحانين أوي أوي إن مصر تأهلت. فنانين زي حضرتك الخيل أوي، أعرف إن مصطفى شعبان بيحب الخيل. مين تاني؟ الحقيقة ما اعرفش مين تاني، يعني دول اللي انا بشوفهم في المستوى، في مستوى البطولات والكومبيتيشنز اللي انا بروحها، بس ما شفتش حد. بس اكيد 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 مصر، اكيد كل الفنانين بيحبوا يركبوا وكده، بس انا بتكلم على الليفل اللي هو البروفيشنال ليفل. انا اعرف ان احمد السقا، واعرف ان مصطفى شعبان بيحب خيول الجمال. كنت بدرب اطفال، وبعد كده بسبب ان انا كان عندي بطولات كتير، يعني حسنا كتير، فما كانش عندي وقت خالص. احب حصان الى قلبك في طوال الفترة اللي فاتت، يعني اول ما كنت بصي هما كانوا 2، كان سكاي هاي طبعا اللي انا ممكن اوري لك، هتلاقي صورته على الترابيزه لو جبتها، هتلاقي سكاي هاي ده كان الحصان الاولاني بتاعي. لا ده حصان اشتريته بيبي وخليته احسن حصان، وحصان تاني مات الشهر اللي فات. ده سكاي، ده سكاي هاي، ده سكاي هاي. سكاي هاي ده الحصان المفضل للنجمة حورية عبد ده الحليم. كان أول حصان بيبي أشتريه وأعلمه إزاي ينط حواجب، ده الحمد لله ما شاء الله لسه موجود. يعني ده لما بتروح بيبقى مكان فين مثلا؟ هو في انجلترا، كل خيلي نقلت انجلترا بعد الحادثة اللي حصلت. انجلترا بتسافري؟ طبعا. طبعا.
طب هو الحصان بقى اللي هو مات السنة اللي فاتت ده كان يعني سنه كبر ولا؟ كان سنه كان 17 سنة. انت كنت بتركبيه من 17 سنة؟ لا بس اخر 3 سنين كنت خلاص يعني بقى بركبه اتمشى بيه بس ما كانش بيدخل بطولات ولا اي حاجه. هو الحصان بيموت عند كام سنة يعني؟ بس على قد ما انت تهتمي بيه يعني. يعني مثلا مايكل ويتكر لما كسب الداربي الحصان كان عنده 21 سنة. هو على حسب انت بتهتمي بيه ازاي. ف للاسف انا حاولت اهتم بيه والله لغاية 17. هو رميت بقى عنده 17. في الوقت بقى اللي بتكافئي فيه الحصان كنت بتديله ايه؟ حاجة سكر جزر سكر هو ده السويتس بتاع. يحبه. بتفرق نفسيا التعامل مع الخيل اللي بتديله حاجة مكافأة بيتعلق بيكي اكتر ممكن ينفذ طلباتك اكتر؟ هو مش لازم اديله حاجه. هي في علاقه بينك وبالحصان من اول ما بتشتريه لغايه لما بتقتنيه زي لما بتشتري كلب. في علاقه بينك وبين الحيوان ده. مش بيبقى حيوان وعادي، لا دي بتبقى في علاقه صداقه قويه بينك وبينه. محمد صلاح. انا فاكره لما اتأهلنا لكأس العالم كنت انا في مستشفى بدراوي. كان عندي خراج والمستشفى كلها كانت عماله تزعق وانا بشوف في ايه. فقالوا احنا اتأهلنا لكأس العالم. وبعدين قلت عايزه اكلم عمرو اديب، فكنت كلمتك عمرو اديب. وكنت لسه قبل الماتش ده كنت عامله فيلم القشاش. فانا كنت فيلم القشاش كنت دايما ببتدي بشو باشي قشاش. فعمرو اديب قال لي تقولي ايه صلاح؟ قلت له شو باشي صلاح. يعني فتى احلام الفنانه وفرقه تحب موصفاته؟ سؤال على فكره بتساله على طول وعمري ما بعرف اجاوب. ما اعرفش عمري في حياتي ما كان بتخيل البني ادم اللي انا هعيش معاه حياتي كلها. عمري ما ببص من بره، مش عارفه طويل قصير تخين رفيع. اهم حاجه عندي يبقى قلبه جميل، لازم يبقى طيب، يبقى بيعرف ربنا، يراعي ربنا فيا، يحسسني ان انا اجمل ست في الدنيا، يبقى طيب قوي. لان اللي بره ده هيروح كله، انما انا اللي جوه ده انا اللي هيبقى بقى. وانا لو هو هي شايفني حلوه انا هعجز ومش هنفخ ولا هشد على فكره. فجسمي هبقى عجوزه وهبقى كركوبه. فانا عايزه الاقي حد يحبه حريه من جوه وانا احبه من جوه. ما يهمنيش بقى وحش حلو طويل قصير مش همني. طبعا احنا كلنا كنا اطفال كنا